خبرين ما جوش في الموجز. الخبر الاولاني انه في اظهر لغات التجمع الخامس، واظهر لغات ده السنه دي بتهيألي كده اول سنه يعملوا حكايه اللغات في الازهر. في امتحان الترجمه كان النص الانجليزي اللي مطلوب ترجمته، اللي هو يعني قالوا في ورقه الاسئله للطلبه ترجموا لنا النص ده، النص الانجليزي نفسه كانت صياغته خطا، صياغته زي ما تكون ترجمه حرفيه، زي ما تقول عن فلان مثلا انه هاز لايت بلاد، يعني دمه خفيف. طبعا ده كلام فارغ، ما الانجليزي ما يبقاش كده خالص يعني. ف الطلبه بداوا يقولوا لهم يا جماعه الكلام ده غلط، الكلام ده كده ما ده مش انجليزي عشان نترجمه عربي، هتقولنا كلام انجليزي واحنا نترجمه عربي. فقالوا لهم والله ارجعوا للنسخه العربيه او ارجعوا للامتحان العربي، ما اعرفش يعني ايه ارجعوا الامتحان العربي. وفي الاخر جه حد علشان يتكرم عليهم ويقول لهم يتصرفوا ازاي مع ورقه الاسئله العجائبيه دي، بس ده كان بعد نص الوقت، يعني بعد ما فات نص الوقت في اللجان. احنا معنا احدى الطالبات في الازهر اللي عانوا من المشكله ديت على التليفون علشان تقول لنا تفاصيل الحكايه دي. عارفين احنا لما حصل مشاكل في امتحانات في الثانويه العامه غير الازهريه، يعني الثانويه العامه العاديه، احنا اشرنا ليها برضو زي مشكله اللغه العربيه ومشكله الفيزياء. النهارده احنا بنقول انه كمان في الازهر لغات في مشكله في نص الترجمه، والمشكله انه هذا النص صياغته خطا من وجهه نظر قواعد اللغه الانجليزيه، النص ده مكتوب غلط. طب انا هترجمه ازاي بقى؟ معانا الاخت الطالبه في الازهر في الثانويه الازهريه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي لي بقى يا ستي ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك احنا اول دفعه ازهر لغات على مستوى الجمهوريه كلها، احنا كلنا اصلا ما نجيبش 50 طالب بنات واولاد. حضرتك من ساعه ما ابتدينا الامتحانات واحنا بنشتكي ان الامتحانات طويله جدا، ما بنلحقش يعني ما بنلحقش نراجع، يا دوبك بيشدوا مننا الورق في اخر كلمه، ما فيش اي اهتمام خالص. ده حتى يعني المدرسه اللي احنا بنمتحن فيها مش مؤمنه، ما عليهاش، احنا في القطاميه وما فيش اي تامين تماما. على العكس طبعا احنا جنبنا مدرسه ثانويه عامه مأمنين لهم 5 عساكر على باب اللجنه، واحنا ما فيش اي اهتمام خالص. بتمتحنوا في مدرسه ايه في القطاميه يا فندم؟ في الكويتي في القطاميه. حضرتك احنا دلوقتي امتحان البيولوجي اول لما هم بيسلمونا الورقه نسخه عربي ونسخه لغات. استلمنا ورقه اللغات، طبعا الورقه ترجمه حضرتك مش متخيل، اكيد مش واحد حاطط يعني اكيد مش واحد درس انجليزي اللي حاططها، ده واحد مترجم ترجمه من القاموس بالظبط، مش مصطلحات علميه ابدا. ترجمه جوجل يعني. بالظبط حاجه كده يعني زي ما نحط نص بالعربي على جوجل ونقول له ترجم لنا ده انجليزي. يعني حضرتك حتى الجرامر مش مظبوط اصلا، يعني حتى ترتيبه الجمله مش معقول. احنا والله كنا مظلومين جدا، مش عارفين نعمل ايه، طلبنا يجيبوا لنا حد، قعدوا يتريقوا علينا ويقولوا لنا طب طالما ان انتم مش عارفين انجلش داخلين لغات ليه؟ بنقول لهم الترجمه غلط، مش راضيين يجيبوا لنا حد، يقولوا لنا احنا ما عندناش حد بيولوجي. يعني امتحان ثانويه ومفيش مدرس مسؤول، فين وفين حضرتك جابوا لنا مدرس الانجلش الاول؟ طبعا اصلا مدرس الانجلش مش عارف يقرا الورقه. يعني المدرب بتاع الانجليزي اللي هم جايبينه لنا مش عارف يقرا الورقه تماما، عارف يقراها لانها لا تقرا مش لانه هو ما بيعرفش. لا حضرتك هو نفسه ما بيعرفش، غير ان الورقه لا تقرا، هو نفسه يعني هو نفسه ما بيعرفش المستوى يعني كمان. حضرتك حتى الكلمات يعني حتى اسم الانزيم او اسم الهرمون السبيلنج غلط تماما، نقول له حضرتك السبيلنج غلط، يقول لنا طالما انكم عارفين تمشوا حالكم ما تتلككوش. نقول له حضرتك احنا مش فاهمين، احنا عايزين حد بيولوجي، احنا مش عايزين حد انجلش. يقعد يتريق علينا ويقول لنا انا مش فاهم التلكيك اللي انتوا فيه ده، طالما انكم عارفين مشوا حالكم اقراوا ورقه العربي. نقول له حضرتك احنا من ساعه يعني انا من اولى ابتدائي وانا لغات، افهم ازاي دلوقتي احياء انا ما اعرفش؟ قعد يتريق علينا يقول انتوا بتتلككوا انتوا بتتدلعوا، وبعدين راح جايب لنا رئيس اللجنه قعد يشخط فينا كاننا يعني انا هو احنا عشان كلنا منتقدات تقريبا، قليل مننا جدا اللي بوشه يعني. اصلا رئيس اللجنه دخل قعد يقول لنا اللي انتوا لابسينه ده، القرف اللي انتوا عاملينه، انتوا لسه صغيرين على اللي انتوا بتعملوه ده، ما تعيشوا حياتكم، وقعد يقول كلام غريب ملوش اي علاقه بالامتحان والوقت بيعدي. وعمالين نطلب منهم حد مراقب او حد بتاع الماده عشان يشرح لنا، ما جابولناش حد غير بعد ما نص الوقت عدى. يعني نص الوقت ايه بقى طلع ايه المشكله؟ حضرتك المدرسه جت طبعا عملت لنا الامتحان ما فيهوش اي غلط، انتوا بتتلككوا. نقول لها حضرتك الامتحان انا مش فاهمه السؤال عايز ايه؟ قلنا لا الامتحان ما فيهوش حاجه، انتوا بتتلككوا ايه يعني لو في سبيلنج غلط؟ نقول لها حضرتك مش السبيلنج الجمله مش متركبه صح؟ تقول لنا لا الامتحان صح ما فيهوش حاجه انتوا بتتدلعوا. وراحت سايبانا وخارجه من غير ما تسيبنا في اي حاجه.
يعني حضرتك دلوقتي انا حليت الامتحان بالترجمه، يعني انا بقيت اقرا الورقه، كلنا بقينا نقرا الورقه بالعربي ونحاول نترجم لنفسنا، فكل واحده حلت على ترجمتها على قد فهمها. يعني انا مش فاهمه هم طب دلوقتي هيعملوا في التصحيح، احنا خايفين جدا من التصحيح اذا كان الامتحان والترجمه بالمستوى ده، يعني حرام لما انا مجهودي السنه كلها يضيع عشان غلطه زي دي. وحضرتك رحنا اشتكينا، اولياء الامور راحوا اشتكوا في يعني في المشيخه نفسها، تخيل حضرتك يقول لهم هو احنا اصلا عندنا ازهر لغات، يعني مشيخة الازهر مش عارفين اذا كان عندهم ازهر لغات ولا لا، بيقول لها هو احنا عندنا ازهر لغات، يعني هو احنا عشان عددنا قليل فمش مهتمين، او انا مش فاهمه الامتحانات كلها بالشكل ده، يعني الامتحانات كلها جايه طويله جدا طويله، ما بنلحقش نخلص ونتحايل عليهم عشان وقت ضهي بس نراجع، ما بيرضوش. وامتحان البيولوجي الاخير ده كان فعلا والله احنا ما كناش عارفين نعمل ايه، البنات كانوا خارجين منهارين من اللجنه عمالين نعيط. يعني امتحان البيولوجي انا اللي انا قادر استنتجه من حضرتك دلوقتي انه اللي حطه جاب كتب الكلام بالعربي، هو ما عندوش يعني ما بيعرفش لغه انجليزيه كويس، فكتب الامتحان بالعربي وقام مترجمه، حيالله ترجمه جوجل زي ما انا بقول، وقام كاتبه مديهولكم بالانجليزي، ده باعتبار ان ده كده امتحان بيولوجي باللغه الانجليزيه. وبيقول لنا مشوا حالكم، يعني المدرس لما جالنا بيقول لنا مشوا حالكم، امشي حالي ازاي؟ انا دلوقتي يعني ترجمت بالعربي على اساس فهمي، واحده ثانيه ترجمت فهمي ثاني، طب انت هتصحح ازاي؟ يعني اذا كان الامتحان محطوط كده طب التصحيح هيبقى ازاي؟ يعني احنا عايزين حد يفهمنا، المشيخه اصلا يعني مش معترفين بينا ولا ايه؟ بيقولوا لنا واحنا عندنا اظهر لغات. كويس. طب احنا نعمل ايه؟ حرام والله. طب يعني انت بتقترحي ايه؟ يعني انتوا كزملاء اكيد قعدتوا اتكلمتوا مع بعض، دورتوا على طريقه تحلوا بيها مشكلتكم دي، انتوا بتقترحوا ايه؟ في اسئله احنا حاولنا على قد ما نقدر نفهمها من العربي، وكانت واضحه شويه من ورقه العربي فعرفناها، لكن في مصطلحات احنا ما كناش فاهمين تماما، فكل واحده حلت على قد فهمها. ما هو انا يعني هعمل ايه؟ حليت على قد فهمي. فقال لنا فيها الاسئله اللي هي مختلف عليها، يعني كان في مثلا اربع اسئله او ثلاثه دول استحاله يكون حد يعني اعاده توزيع الدرجات، اعاده توزيع الدرجات، يعني بحيث يلغوا الاسئله دي مثلا ويدونا درجتها، او يعني لا نعيد توزيع، يعني نعتبر الاسئله ديت ممكن نعتبرها مش موجوده، او نديها درجات قليله جدا، يعني يتساهلوا في التصحيح على اساس ان كل واحده حلت على قد فهمها. ما انا بقول لك الحل اهو بقى، الحل ان احنا يا اما ندي الاسئله المختلف بشانها دي اقل درجات، ونوزع بقيه الدرجات الكتير على بقيه الورقه، او حتى نعتبرها اسئله ما جاتش خالص، وان كان ده صعب الحقيقه، اقصى حاجه يقدروا يعملوها ان هو يدوها درجات قليله، ويخلوا مثلا 90% من الدرجات او 80% من الدرجات للاسئله اللي هي اللي كان واضحه، او اللي الطلبه قدرت انها تجتهد وتوصل فيها الحل. هل الحل ده كده يبقى مرضي؟ والله يعني في ساعه امتحان العربي بتاع الثانويه العامه، امتحان العربي لغوا لهم السؤال خالص، السؤال اللي كانوا مختلفين فيه. لا لا ما فيش حاجه اتلغت، لا ما فيش حاجه اتلغت، هو اعاد توزيع الدرجات برضه. طب ما هو يعمل لنا كده يعني، بس ما يقدرش يلغي سؤال، هو ما يقدرش يلغي سؤال بالمناسبه. نعم؟ هو ما يقدرش يلغي سؤال، هو اعاد توزيع الدرجات، يعني مثلا السؤال ده كان عليه 10 درجات خلوا درجتين، ووزعوا الثمان درجات الباقيين على بقيه الورقه. فانا بقول يعملوا معاكم كده. طب ماشي ده كويس، بس انا عايز اعرف حاجه، طب احنا دلوقتي لسه ناقص لنا امتحان كيمياء مثلا، هيتصرفوا معانا ازاي؟ احنا عايزين فيما بعد يعني يهتموا شويه بينا، مش معنى ان احنا اول دفعه، حضرتك مش متخيل الاهمال ده؟ يعني معلش، يعني واضح اصلا، واضح ان الجماعه بيجربوا فيكوا، واضح انه وبعدين حضرتك كل ما حد يخش لنا يقعد يتريق علينا ويقول لنا طب طالما انكم يعني طالما انكم لغات داخلين ازهر ليه؟ طالما انكم مش قد الازهر داخلينه ليه؟ ويقعد اللي هو رئيس اللجنه يقول لنا ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ وانتوا لابسين كده ليه؟ احنا في الربيع لابسين اسود، وايه الغم ده؟ يعني والله انا مش فاهمه ليه كده؟ طيب يعني اعتقد ان صوتك وصل، واعتقد انه فضيله شيخ الازهر وصله هذا النداء، فضيله شيخ الازهر في امتحان البيولوجي في الثانويه العامه ازهريه لغات، كانت الاسئله لا معنى لها باللغه الانجليزيه حسب ما افادت هذه الطالبه الان، واعتقد انها ابنه من بناتك، واعتقد ان كل الممتحنين هم ابنائك وبناتك، واعتقد ايضا ان اعاده توزيع الدرجات هو اجراء ممكن ومعترف به، ويمثل حلا طيبا وعادلا وصحيحا ورفيقا ايضا بهؤلاء الطلاب وبمستقبلهم، كما نرجو الاهتمام بمراجعه بقيه اسئله المواد التاليه حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، يعني تبقى الاسئله اساسا لها معنى بالانجليزي، نجيب الاسئله كده ونجيب احد اساتذه اللغه الانجليزيه اللي هم متمكنين من
علمهم او من مادتهم نقول له الكلام ده كده بالانجليزي صح ولا غلط الاول، علشان انا مطلوب مني ان انا احل سؤال. تخيل حضرتك يا فضيلة شيخ الازهر لو انه مثلا واحد بيقول لي في سؤال باللغة العربية قام المسلمين بجمع الغنائم مثلا، ولا بجمع، لا والله قلتها صح، بجمع الغنائم، فأنا مش هعرف افهم هو عايز يقول لي اساسا، لانه الاعراب باب المعنى والمعنى جزء، المعنى باب الاعراب والاعراب جزء من المعنى. ما ينفعش ان تبقى القواعد غلط وبعدين تيجي تقول لي اذكر لي بقى الواقعة التاريخية اللي حصلت فيها الحكاية ديت، لانه اساسا الكلام اللي مكتوب قدامي مش عارف افهم هو عايز يقول ايه. فبالتالي يرجى مراعاة دقة الصياغة في بقية الامتحانات. اعتقد انه الرسالة وصلت لفضيلة شيخ الازهر،